وللمزيد من التفاصيل معنا عبر سكايب من اسطنبول نزار كريكش مدير مركز بيان للدراسات. أهلا وسهلا بك معنا سيد نزار. إذا الانقسام السياسي في المشهد الليبي بين الشرق والغرب كيف أثر في معالجة تداعيات هذه المأساة؟ نعم، صباح الخير. أظن أن الانقسام يعني له تأثير هائل، يعني لأننا تعددت مصادر القرارات، كل طرف يحاول أن يصدر قرار وكل طرف يحاول أن يسيل الميزانية وفقا لهذا القرار، ويعني يكون له منظور مختلف للأزمة ولطريقة الحل، وانعكس كل ذلك على الأداء الفاعل لدى في الأزمة نفسها. يعني مثلا المجلس النواب يصدر قرار أو تشريع، لا أدري إذا كان هو تشريع أو قرار، لأنه هو في هيئته هو قرار بتسييل حول مبلغ 10 مليار دينار، بينما لجنة الطوارئ التي أنشأها المجلس الحكومة الطوارئ الذي أنشأتها حكومة الوحدة الوطنية يعني يصرف مبالغ ويرسل لوحدة مؤسسات الدولة المتعلقة بالعدوى وبالإسعاف السريع وبالإنقاذ ويتعامل مع الجهات الدولية. في المقابل ستجد الحكومة المكلفة من مجلس النواب اللي أسامة حماد حتى هي لها يعني مؤسسات، نفس المؤسسات لحكومة الوحدة الوطنية. حفتر يتعامل كسلطة أمر واقع ويحاول أن يكون هو الذي يسيطر على كل ما يدخل إلى درنة تمر من خلاله. طبعا بعد الضغط لم يستطع أن يسيطر على كل شيء، ولكن في المحصلة كل هذه الأطراف يعني تصدر في قرارات وتنفق أموال، فحدث يعني من الظاهر أنه ليس هناك رؤية مشتركة، وهذا كله أثر على حالة الإعانة. يعني في الأيام الأولى كان من الممكن انتشال كثير من الضحايا أو يعني العثور على كثير من الناجين، ولكن الآن بعد دخول يعني بعد أيام دخلت الفرق الإنقاذ الإسبانية والتركية والمصرية والإماراتية وتحسن الأمر يعني قليلا، لكن كان بالإمكان لو كان هناك قرار واحد أن تدخل هذه الفرق من أول يوم. ولا وهكذا تجدين قضية الإغاثة في نفس الطريقة، تجدين قضية الصحة وكذلك الآن اكتشفوا بعض الأوبئة. كل هذا كان لو كان فيه سرعة وكان فيه قرار واحد وكان فيه يعني إدارة أزمة بعيدا عن هذه التجاذبات السياسية، كان بالإمكان يعني تجاوز الكثير من العقبات وكان بالإمكان تخفيف حدة هذه الكارثة التي حلت بمدينة درنة. طيب، بناء على هذه المعطيات التي تفضلت بها وربما تفاديا لآثار ما بعد الأزمة، بتقديرك وبحسب اطلاعكم على سير العملية السياسية في ليبيا، هل يمكن أن تشكل هذه المأساة لحمة وطنية بين الأطراف، خاصة وكما ذكرنا أننا نتحدث عن آثار ما بعد هذه الأزمة؟ نعم، هو أظن واضح يعني، بس إذا لاحظنا أن نحن الآن في مرحلة أزمة كبيرة جدا، وأن أظهر أن الشارع الليبي موحد بعكس ما يقال في الاجتماعات السياسية الرسمية بأن هناك حالة انقسام داخل المجتمع، وأن من يتسبب في هذا الانقسام هي عبارة عن سرديات لكل الأطراف السياسية تحاول أن تحشد جزء من هذا الشعب. لكن الأزمة كشفت للعالم وكشفت للعرب وكشفت للمحللين والمراقبين والكتاب بأن هذا المجتمع مجتمع واحد لا يوجد بينه انقسام. يعني شفنا الجندي الذي كان يريد أن يقاتل، هذا الفيديو الذي انتشر، يعني يبكي الرجل ويقول نحن هؤلاء الناس الذين جاءوا لمساعدتنا كنا نريد قتلهم قبل أيام، اليوم جاءونا فنحن مخطئون ولن نقاتل. وخرج أكثر من جندي وقال أنا لن أذهب إلى أي قتال ليبي آخر سواء في الشرق أو في الغرب أو الجنوب. وكذلك يعني القوات العسكرية التي جاءت إلى درنة للمساعدة كانت من طرابلس ومن الجنوب وهي كتائب مسلحة، فبالتالي أصبح الكل يشعر بأن ما يحدث في البلد هو كارثة بحجم هذا السد. يعني ليبيا لا ينبغي أن يكون في هذا الانقسام ولا ينبغي فيها أن يكون هذا الصراع، وأن لا يمكن لستة مليون أو سبعة مليون أن يخدموا ثلة من السياسيين لا يهمهم إلا أنفسهم. وخرجت ستيفاني ويليامز وهي المبعوثة السابقة للأمم المتحدة وقالت انتبهوا إن هؤلاء السياسيين في حالة هذا الانقسام السياسي قد ينهبون هذه الأموال، لأن الآن في مشكلة أساسية في أن هناك أموال تنفق ويعني دعم يأتي بمبالغ كبيرة ولا أحد يثق
أحد، ولا أحد هنا يثق في أحد السؤال من هؤلاء الأساسي الأشخاص. ربما سيد نزار، يعني عندما نتحدث عن ذلك وفي ظل تقاذف الاتهامات بين الطرفين، كيف يمكن ضمان وصول هذه المساعدات الدولية؟ نعم، هو الآن الدعوة في ليبيا كلها إلى يعني، وهذا طبعا نفس النماذج الإرشادية للاتحاد الأوروبي، بأن يكون هناك لجنة يتجتمع فيها الجميع، الستيك هولدر، كل من يتعلق بهذه الأزمة يكون في لجنة واحدة بما فيها المؤسسات الدولية لتوحيد صناعة القرار، والكل يراقب الآخر، يعني يكون لجنة واحدة فيها الدبيبة وفيها حكومة الشرق وحفتر والمجلس النوابي، ويكون فيها المؤسسات الدولية والصحة والجانب النفسي وكل هذه الأشياء المتعلقة بالأزمة تكون في لجنة واحدة، وهي تصدر القرار وهي التي تأخذ الأموال. فبالتالي يكون القرار واحد والإنفاق واحد والرؤية واحدة. هذه اللجنة هي ما يسعى إليه الآن كثير، يحاول أن يتصلوا بالأطراف من أجلها. قد تكون لجنة ليبية خالصة كما يريد البعض، لكن الأفضل أن يكون على الأقل كما ذكر رئيس المجلس الرئاسي بتكون لجنة ليبية وتشرف على المساعدات الدولية، وهو حل وسط لهذه الموضوع. لكن هناك عوائق، لا زال هناك عوائق، البعض يريد أن يقوم بكل هذا العمل بشكل مركزي من خلال خليفة حفتر، ينتقي يتحرك كل شيء، وهذا طبعا أظهر أنه هو فاشل ولن ينجح، لأن هذا أعاق المساعدات. تخيلي أن يعني طابور السيارات التي تدخل لمدينة درنة يظل بالأيام ليصل المساعدات حتى تسمح لهم هذه القوات العسكرية. طبعا هم يرون مثل ممكن يفسروا ذلك بجانب أمني، لكن أنت الآن في أزمة، ففي خلل، في خلل في التصور وفكرة التعامل مع الكوارث والجوائح. فلا حل لها إلا باتباع إرشادات واضحة بتشكيل لجان لا تتبع هذه الأطراف السياسية، وتتوجه مباشرة للمعضلة والكارثة التي هي